تحت شعار الرياضة حق لأطفال متلازمة داون، أقيمت بمحافظة المنيا أول وحدة لتدريب وتعليم أطفال متلازمة داون رياضة الكاراتيه بصعيد مصر بهدف تعزيز دمجهم بالمجتمع. تحت شعار الرياضة حق لأطفال متلازمة داون، أقامت المدربة آية حسام أول وحدة لتدريب وتعليم رياضة الكاراتيه لأطفال متلازمة داون بصعيد مصر بمحافظة المنيا بهدف دمج أطفال هذه الفئة في المجتمع وكسر حواجز العزلة لعدم تنوع الأنشطة الرياضية والثقافية لهم. احنا دايما بنقول لو الطفل المعاق حس بكيانه وحس وشعر بنفسه، ده بيساعد ان المجتمع كمان يقبله ويشوف ان هو قادر ان هو يكون بينفذ العاب، بيدخل في بطولات، بيدخل في تحديات مختلفه. لان الى الان فكر المجتمع حوالينا هو شايف المعاق حد محدود، لكن لما بيدخل في رياضات مختلفه ده بيفرق معاه وبيفرق مع الاسره كمان كتير قوي قوي. اولياء الامور من جانبهم اشادوا بتحسن الحاله النفسيه والمعنويه للاطفال عقب التحاقهم بالوحده لتعلم رياضه الكاراتيه، مما يؤكد على أهمية ممارسة الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا أول محافظة في الصعيد نشارك بالعدد الكبير ده في أكتر من إعاقة، كان في إعاقات ذهنية بأنواعها من ضمنهم التوحد والدوم. أنت بتحبي تلعبي الكاراتيه؟ بتحبي تلعبي ليه؟ دافع عن نفسي. بتحبي إن أنت تلعبي الكاراتيه؟ أيوه. ليه؟ علشان بيتويني. وتأتي مبادرات الاهتمام بالأطفال من ذوي القدرات الخاصة انطلاقا من حرص الدولة المصرية على دعم هذه الفئة بجميع المجالات الحياتية والعملية لتعزيز دمجهم بالمجتمع.